عندنا نوع جديد من الإدمان موجود بقاله سنة واثنين وثلاثة ربما أكتر من كده، بنتعامل معاه بشكل أظنه فيه تبسيط شديد وبنتعامل معاه باستهانة شديدة جدا، واللي هو إدمان الألعاب. العيال كلها بقت ماسكة التليفون وقاعدة عمالة بتلعب وتلعب مع بعض أونلاين ويلعبوا مع بعض مش أونلاين إزاي معرفش، المهم إن هم بيعملوا حاجة ما طول الوقت على الموبايل، هم قاعدين بيلعبوا تمام، بس العيال كلها بقت قاعدة متنحة ومش عارفة تسيب التليفون. ولما أنت تيجي تقول له اقعد معايا شويه ولا عودي معايا شويه ولا عودوا معانا شويه او تيجي تقول مثلا هاخد التليفون دلوقتي لمده ساعه، بتلاقي العيال هتتجنن وكان عندها اعراض انسحاب، شيء غريب جدا 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 على ايامي ما شفتوش. احنا كان اخرنا جيم اند واتش عادي، لو انا في الوقت لو البطاريه فضيت خلاص يعني عادي تمام الدنيا ماشيه، كنا نلعب بورد جيمز زي بنك الحظ كده، دي كانت حاجات لطيفه، تلاقي الناس كلها قاعده بتلعب احنا قاعدين مع بعض، العيال ماسكه الموبايل بس، حياته على الموبايل، شيء غريب. خلونا نحاول نناقش الموضوع ده مع دكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس وأمين عام جمعية الصحة النفسية المصرية. أهلا بك يا فندم، إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. أيضا ضيفنا العزيز المهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات منورنا. حبيبي يا أستاذ يوسف، إزاي الحال؟ كله ماشي؟ إزاي حضرتك؟ الحمد لله. دكتور هشام، مش ده إدمان؟ يا فندم. إدمان زيه زي إدمان المخدرات مثلا ولا أهون ولا أبسط ولا؟ بالضبط زي ما حضرتك قلت، هو إدمان زيه زي إدمان المخدرات، له أعراض انسحاب، لو حاجة اسمها زيادة في الجرعات، بزود الوقت اللي بقعد عليه، ما بقدرش استحمل عيش من غيره، قد يؤثر على مستوي الدراسي، قد يؤثر لو أنا حتى بشتغل على مستوى العمل بتاعي على قدرتي على الكسب، فأصبح مسجل في تصنيفات الطب النفسي كأحد أنواع الأمراض الإدمانية. وليه أعراض انسحاب؟ وله أعراض انسحاب واضحة، الحاجة وصفتها بصراحة، إن لو خدت من ابني أو بنتي أو حتى راجل كبير الحاجة اللي هو بيعملها، إحساس بالتوتر، عدم القدرة على تحمل إن الموضوع مش في إيدي، ورغبة ملحة شديدة للعودة إلى هذا الشيء تاني، عايز الجرعة. بالظبط يا فندم. طيب هل الخطورة بس مقتصرة على مسألة الإدمان النفسي للعبة ولا إنه كمان لها أخطار أخرى؟ يعني كخبير أمن المعلومات الموضوع خطير؟ طبعا هو أصلا حاليا الأطفال بيتم تشكيل الوعي بتاعهم حاليا من الألعاب، بنشوف حاليا بعض الحاجات اللي احنا ممكن مثلا ناخد بالنا منها زي الألعاب القتالية، زي مثلا ألعاب تكون موجهة لتفكيك أو لأن أنا أحدد مسار ابني، إن هو مثلا يكون وليكن مثلا حاجة زي الفيل الأزرق اللي كانت أو الحوت الأزرق اللي كانت موجودة، اللعبة دي مع لعبة مريم تقريبا مع بعض الألعاب التانية اللي كانت موجودة الفترة اللي قبلها، كل الألعاب دي أصلا مشكلة إن هي تخلي ابني يعمل بعض المهام بشكل معين، تخلي ابني مثلا تقول له والله اعمل مثلا تاسك إن أنت خد التليفون صور مثلا بابا وماما وهم مثلا مثلا هم نايمين بالليل أو اطلع على فوق السطح مثلا عندكم أو أيا كان مثلا مكان وحاول تصور نفسك من فوق بحيث مثلا إن الولد يقع أو يحصل فيه أي حاجة، الكلام ده على فكرة فيه حوادث مثبتة عالميا موجودة بكل التفاصيل دي. طيب ماذا بعد ان هو مثلا ابني يتم توجيهه ان هو يعمل بعض التفاصيل او بعض مثلا الخطوات اللي احنا ممكن نقول عليها ان هي فيها ازمه كبيره؟ مبدئيا هيخلي ابني يتعلم الكذب، هيخلي ابني ممكن مثلا ان هو يحط حاجه على التليفون بتاعه، حاجه دي يكون فيها هاك ليه، ممكن مثلا سي ان هي تاخد صلاحيات المايك والكاميرا، وده كمان احنا لاحظناه وكان في بعض الكيسز اصلا موجوده في حاجه زي كده. بعد ما هيحصل الكلام ده كله هيحصل موضوع الابتزاز، وهو الموضوع الاول اللي احنا دايما بنتكلم فيه فيما يتعلق بالحمايه وما يتعلق بالتكنولوجيا حاليا اليومين دول، ان انت خلي بالك لان انت لو وقعت فريسه وبقى حد بيبتزك هيقدر ياخد منك حاجات كتير جدا، ممكن ياخد منك فلوس، وده حاليا اصلا بنشوفه في بعض الحاجات المختلفه كتير جدا، ممكن ان هو يطلع على حاجتك وسي مثلا، خلينا نتفق ان احنا التقدم اللي بقى موجود حاليا ممكن من خلال بعض المعلومات الصغيره لحضرتك دلوقتي اخد حسابك البنكي، وده متاح على فكرة، وممكن أقول لك حتى ستيبس حصلت عالميا موجودة انطلاقة من بعض استخدامات بسيطة جدا للتليفون، وممكن نذكر حاجات خاصة بيها. ممكن كمان يحصل إن أنا ابني ده يحصل له عقدة نفسية بسبب القصة دي، وحتى دكتور ممكن يعني يقول لنا ممكن ده يحصل إزاي. كمان بصايد كل ده ممكن نلاقي إن ابني بيعمل مثلا بينزل حاجات على التليفون ممكن إن هي تشكل خطورة كبيرة جدا وتخليه مثلا يسحب الرصيد اللي على التليفون بتاعه،
ده دي ابسط حاجه كمان من ضمن الحاجات اللي ممكن الخطوره بتاع الالعاب تعملها. كمان بنلاقي ان هو ممكن ينزل العاب، الالعاب دي فيها مثلا اعلانات مخله، ممكن تعلمه الحاجات اللي هي المتعلقه بحاجات فوق سنه ان هو يستوعبها او يتفرج عليها. فكل المخاطر دي بتودينا لنقطه مهمه جدا، وهي ضروره ان انا لازم اكون مراقب ابني تقنيا. ليه بتكلم في النقطه دي؟ ويمكن على فكره استاذ يوسف في ناس كتير جدا هاجمتني لما بقول مش عيب ان انت اصلا تجيب تليفون ابنك وتراقبه وتكون معاه على التليفون وتشوف هو بيعمل ايه، لان الفتره دي في بعض التوجيه لبعض الافكار بيخلي دايما الطفل او ابني بيروح لناحيه ان هو ايه ده، انا عايز اشوف ايه ده. يعني مثلا في مثال حتى كان الاعداد اتكلم معانا فيه، وهي لعبه روبليكس. اللعبه دي حاجه طازه كده معتمده على تقنيه الميتافيرس. طيب اللعبة دي وهنتكلم عنها حتى بتفصيلين، هي لعبة عادية حضرتك بتعمل افاتار، بتدخل على التطبيق، بتدخل على اللعبة وتتعامل عادي جدا. طيب ايه الموجود جوه اللعبة دي؟ اللعبة دي معتمدة ان انا وحضرتك وغيرنا بيدخلوا يعملوا اصلا افاتار ويدخل يلاقي عالم يقدر يعمل فيه كل اللي هو عايزه. في بعض الرومز موجودة لتعليم، تاني لتعليم السرقة، الحاجات الاباحية ده على فكره موجود واحنا بنقوله وللاسف موجود، ولازم نوعي اولادنا، لان احنا دايما انا بشوف دايما ان فكره ان انا اوعي بالمخاطر حتى لو كان الموضوع صادم ولكن يشكل هو وقايه بالظبط او حل اولي للتصدي لكل الحاجات دي. طيب انا هستاذن، هنروح للمزيد من التفصيلات مع حضراتكم، بس هستاذنكم نرجع لفاصل وهرجع بعد الفاصل عند دكتور هشام رامي علشان الجمله اللي قالها مهندس احمد السخاوي ده ممكن الموضوع يصل الى انه ابني يحصل له عقد نفسيه بسبب الالعاب. كمان مع اعتراضي على كلمه عقد، ولكن ممكن يحصل تاثيرات نفسيه. ماشي، كومبليكيشنز يعني. بالظبط. طيب خلونا نروح للفصل ونكمل الكلام. خلونا بعد اذن حضراتكم نجدد الترحيب مره تانية بضيوفنا الاعزاء دكتور هشام رامي والمهندس احمد السخاوي. قلنا هنرجع للدكتور هشام، هل فعلا من الممكن، مش هقول بقى تقتيم ما تقولش تعقيدات لانه مش هتسبب عقد، لكن هتسبب اضرار، اضرار وخيمه؟ مش في كل الناس، ولكن في بعض الناس بتسبب اضرار نفسيه سيئه جدا، خصوصا في سن الاطفال والمراهقين اللي لسه الجهاز العصبي في طور النمو. اللي لاحظناه عن الناس اللي بيستخدموا استخدام مفرط للالعاب دي حاجتين: غياب المهارات الاجتماعيه، لان انا بقيت متوحد مع الجهاز لا امارس علاقات مع الاخرين، ده بيؤدي الى نقص في افراز هرمون في الجهاز العصبي اسمه الاوكسيتوسين. الهرمون ده مش بس بيساعدنا على المهارات الاجتماعيه، لكن ده بيساعدني كمان على حاجه مهمه جدا، هو الهرمون بتاع التعاطف، ان انا اتعاطف مع الاخرين. فالناس دول فعلا بيحصل لهم بلاده، مشكله بالظبط يا فندم، تبلد والقدره على الاحساس بالاخر والمهارات الاجتماعيه بتاعتهم بتبقى محدوده جدا. الحاجه الثانيه اللي لاحظناها عليهم الافراط في استخدام هذه الادوات يؤدي الى نوع من انواع التوتر والقلق والحافزيه الشديده، بمعنى ان حاجه لما تيجي تكلمه ردوده بتبقى اكثر عصبيه من اقرانه، قدرته على التحكم في انفعالاته اقل، ففي نوع من التبلد من ناحيه ونوع من العصبيه من الناحيه الاخرى. في بعض الناس بيؤدي الى تاخر دراسي. ليه؟ لان انا بقيت متعود ان كل حاجه زرار ودوس زرار ودوس زرار ودوس، فلما تيجي مهارات حل المشاكل او مهارات بيطلق عليها problem solving skills او قدره على التعامل مع الاسئله اللي هي محتاجه كتابه او الحاجات دي، خلاص بقى المهارات دي مش موجوده عندي. صح. الانغلاق الاجتماعي حاجه نوع من انواع التوحد، عارف حاجه مرض التوحد؟ طبعا مرض التوحد اقوى من كده، لكن بيجي لهم اعراض توحديه، لان انا اصبحت خلاص مش حاسس بالاخرين. هل ده بيحصل في كل الناس؟ لا، عشان برضو للأمانة يعني، ولكن النسب بتاعته أعلى طبعا من الناس اللي ما بيعملوش الكلام ده. طيب هنا أرجع المهندس أحمد السخاوي عشان أنا برضو هأكشف جزء من الفصل بتاعنا، إنه كان هناك اختلافات في وجهات النظر ما بين الدكتور هشام وما بين المهندس أحمد. الدكتور هشام قال يا جماعة مش في كل الأحوال وما أقدرش أقول إنها طول الوقت، فأنا حتى قلت دكتور هشام يعني مش إدمان، قال لي مش كل الناس مدمنة. المهندس أحمد قال يا جماعة خلي بالكم هي بتتسبب بالفعل في مشاكل كتير بتحصل في العالم، وهنا كانت نقطة الخلاف، مشاكل كتير بس مش في شكل ظاهري، أو بالأدق مش بترقى إلى مسألة أنها ظاهرة عالمية.
طيب في جرائم اصلا مثبته بالكلام ده حتى وان كانت حالات فرديه، ولكن هي حالات تم التاثر بيه الحاجات اللي بيتفرجوا عليها او بيلعبوها، زي الولد بتاع استراليا اللي دخل قتل الناس كلهم انطلاقا من تقليد اللعبه اللي هي المشهوره بدون ذكر اسمها. ثانيا الولد في برضه كان في اعتقد في ايطاليا ولد جاب سكينه جاب بطن والدته وهو لسه عنده 5 6 سنين. فبنتكلم هنا في كيسز اصلا موجوده ممكن ان احنا نلاقي بعض التأثر فيها. ولكن تعالى بقى نتكلم، هل الألعاب الإلكترونية مقتصرة على الأطفال فقط؟ لا، الألعاب الإلكترونية ممتدة حتى السن، يعني في ناس عندها 50 و60 سنة مثلا في مواصلات أو في حاجة فاتحين التليفون وبيلعبوا. تعالى نتكلم بقى تكنيكال سنة كده. فاكر المزرعة السعيدة على فيسبوك صح؟ ده من حسن وعزة أبو الله يرحمه. الله يرحمه. في طبعا حاجات بقى احنا لازم نوعي الناس منها تقنيا، يعني زي مثلا حاجات ممكن ان انا العبها على التليفون بتاعي بتاخد صلاحيات جوجل بلاي، تقدر من خلال التليفون بتاعي ان هي تبعت زي اس ام اس كده عن طريق الدفع بخدمات الالكترونيه، او تقرا وباكد تاني تقرا الكريدت كارد اللي انا بربطها مثلا بحساب جوجل خاص بيا، ومن خلالها ممكن تدفع ده علشان الناس أولاية. عادة عمياني هو بيداونلود اي ابلكيشن بيعمل اوكي بيعدي الصلاحيات أوكي. اللي هي المفروض مرتبطه بالتطبيق، زي مثلا صلاحيات الكاميرا، زي صلاحيات ان هو يوصل للمعلومات الشخصيه اللي داخل التليفون نفسه، يوصل لمثلا المايك، الحاجات اللي هي المتعلقه بالسيفتي كلها خاصه بالتليفون، ويعدي كل ده. في تطبيقات يا جماعه، وفي اصلا احنا ممكن نحمي نفسنا وهنقول ده برضه ازاي، ولكن في تطبيقات عن طريق الالعاب. يعني مثلا سي خلينا نتكلم في حاجه صغيره جدا ونطبقها على الالعاب، تطبيق مثلا انا فاتحه وبقرا منه مثلا اخبار ياخد ليه صلاحيات الكاميرا بتاعتي، ياخد ليه المايك ان هو يسمع المايك بتاعي. اذا هنا في حاجه غلط. فتعالى بقى نطبق الكلام ده على الالعاب الالكترونيه، نفس الكلام بالظبط. طفل مثلا بيلعب لعبه، ليه تفتح عليه المايك؟ ما بيجي يقول لك ليه تسمع أنا مثلا اللي بيحصل عنده؟ انا بلعب مع اصحابي فاحنا بنتكلم مع بعض واحنا بنلعب، فاحنا عاملين فريق قدام الفريق التاني. في العاب اصلا الصلاحيات بتاع المايك هي اصلا مش موجوده داخل اللعبه. يعني سيبك من الالعاب القتاليه الجروب والجو ده كله، لا، في ممكن العب زي مثلا الشطرنج مثلا، ده واحد لواحد وخلاص بيلعبوا خلاص، هم يعني مش هيقعدوا بقى يحكوا مع بعض. ده مثلا في بعض الالعاب انا لقيتها بحاجه زي كده بدون ذكر رب اسمها، موجود فيها ان انت تفتح صلاحيات المايك والكاميرا وتكون اصلا انيبل باي ديفولت. طب ليه؟ تعالى بقى النقط اللي هي التقنيه ليه؟ ممكن عشان يتفاعل قدام اللعيب اللي قدام مثلا، فهي هو اصلا ما فيش حاجه زي كده. ما ممكن يكون مثلا عاوز يعمل موف او حركه، ما انا بس جاي لحركه عنها تاني، فانا اقول له اثبت يلا احنا مش بنلعب مع عيال. ما انا جبت اللعبه حللناها ككودنج، ما فيش اصلا جواها فكره ان انت تنيبل حاجه تبقى فيه مثلا نوع من انواع المشاركه مثلا مع اللعيب التاني، وبلعب وبسمع وبفتح الكاميرا، فاصلا ما فيش جواها ككودنج حاجه زي كده. انا بكلمك في فكره اصلا موجوده في الالعاب نفسها، نخلي بالنا لان ده كمان ممكن ان هو يحصل تجسس عليا. ممكن وانا قاعد كده قاعد العب، الكاميرا القداميه او الاماميه بتصورني. طب لو بتصورني بقى وانا مثلا سي انا منعكس شعري بقى وبهدل الدنيا كده، جابتك الصوره وممكن اصلا حد هاكر يحاول ان هو ياخد الكلام ده ويبتزك بيه، يبدا بقى يستخدم حاجات ويحطها على ديب فيك ويهزر. طب هنا عايز ارجع بقى برضه للدكتور هشام رامي. انا النهارده عاوز، انا كيوسف، انا كاب عاوز ولادي ولاد اخواتي قرايب نرجع عيله زي ما انا اتربيت يعني، فوبالتالي نقعد مع بعض، وفي نفس الوقت الاقي العيال تاخد منها التليفون تتعفرط وانا مش عارف اتعامل معاهم ازاي. في جانب اللي هو زي ما ذكر باشمهندس انه في جانب كده اللي هو اخلاقي، ساعات الناس خانق فيه، مالكش دعوه بموبايل ولاد، هذا يعتبر تدخل في حياته. يا جماعه دي عيال غير راشده، هم لسه تحت ولايتي. الصح ايه؟ اول حاجه الصح ان احنا اولا نعمل حاجه اسمها فاليديشن، يعني نؤكد لاولادنا انها حاجه حلوه وممتعه وانا متاكد انكم تستمتعوا بيها، لاني لما اقول لهم انها حاجه وحشه وهم قاعدين مبسوطين انا بفقد مصداقيتي. فالاول باكد لهم ان انا فاهم انها بتبسطهم، وفاهم انها فيها جوانب ايجابيه. حلو. فكره ان انا بلعب مع ناس من جميع دول العالم ده جميله، بعرف قيم، يعني ليها فوائد، ولكن زي ما ليها فوائد هي ليها ايه؟ جوانب سيئه. فاحنا هنحاول ناخد فوائدها ونتغاضى عن جوانبها السيئه، زي ما الباشمهندس كان بيقول بقى بالطرق اللي هي التقنيه بتاعتها كده. الحاجه الثانيه اوفر بدائل، يعني انا ما اقولوش ما تلعبش بالتليفون وبعدين مش هنعمل حاجه ثانيه. يبقى لازم انا كاسره اوفر لاولادي بدائل
يتسلوا بيها غير التليفونات وغير الالعاب الالكترونيه. هم تولمة زي ايه؟ لا لا لو متوفره هنعملها. والله العظيم تولمة لو ابتدينا من السن الصغير. ما هو اصل ابني زي ما عودوه، ابني زي ما هربيه، بنتي زي ما هربيها، لو انا معوده من الاول ان احنا مثلا يوميا بننزل كلنا نتمشى من الساعه 2 للساعه 3 ونشتري مثلا ايس كريم، كويس؟ اي حاجه بنعملها. فاحنا خارجين متربيين على كده، متربيين ان احنا في الويك اند بنروح نزور جدتنا اللي بتعمل لنا الاكل اللي احنا بنحبه، ان احنا بنخرج مع بعض. لكن بدون توفير بدائل ان انا اقول لحد بطل حاجه انت بتتبسط بيها، طبعا هندخل في صراع لا نهائي له. يبقى انا كاسره انا بوفر بدائل منذ البدايه للاطفال او للمراهقين، احنا بنعملها مع بعض. اه بس هم ساعات بس دي كلنا اتعودنا، انا معود نلعب شطرنج وطاوله ودومينو واونو وكوتشينه وبنك الحظ وتمام. هيل. العيال بالسن لما بتخش في مرحله سنيه معينه بتبقى شايفه ان البورد جيمز دي حاجه مش كول، ممله. وايه ده يا عم انت قديم قوي بالكلام ده بطلناه. اذا انا كمان بتطور معاهم، مش كده؟ لا انا بتطور معاهم. صحيح. يعني انا برضو ببتدي العب العاب الكترونيه ونبتدي نشترك مع بعض نلعب العاب الكترونيه. حقيقة انا بالجيل بتاع البلاي ستيشن مثلا فكنت بقعد العب مع ابويا بلاي ستيشن. في جيل تاني كانوا زي حضرتك بتقول اللي هو الجيم بوي والحاجات دي، ليه ما نلعبهاش مع بعض؟ لا ده قبل الجيم بوي جيم الوش كمان. يعني قصدي يعني انا كاهل والسلم اتعمل طبعا، انا كاهل يجب ان اتطور واشارك اولادي الحاجه. وزي ما الباشمهندس كان بيقول حاجه مهمه جدا، عيني عليهم هو بيحصل ايه وايه تفاصيل ما يحدث، مش كده؟ لا هل صح ولا غلط ان انا امسك تليفون الولد واعمل عليه بارنتال كنترول لسن معين؟ صح طبعا، وهو طفل ده اكيد، ده من غير شك. طب مراهق، وهو مراهق لغايه سن 16 17 من حقي، مش كده؟ لا ولكن الافضل اعملها برضاه. برضاه بمعنى ايه؟ انا معوده ان احنا بنلعب مع بعض، مش كده؟ لا معوده تعالى يا حبيبي اتفرج على تليفوني، مش كده؟ بص اوريك على الحاجات اللي بتعملها وانا كمان بتفرج على تليفونك. طب سؤال يا دكتور، ممكن اجيبها له بصنعه لطافه كده ان انا همسك تليفونك حتى لو كده؟ طبعا لحد سن العدي ال 20 كمان؟ لما اعدي ال 20 ممكن، بس هيبقى زي ما بتعامل مع واحد صديق، مش كده؟ لا يعني خلاص ده راجل كبير. لكن لغايه سن 16 17 اعملها بقى ازاي مهارتي وانا بعملها مع ابني، دي مهاره مهمه جدا. ان انا اديله واخد منه، مش كده؟ لا يعني بص تليفوني انا ركبت عليه مش عارف ابس جديده، وريني بقى انت تليفونك عشان نشوف كذا. على فكره انا واحد صاحبي قال لي ان ابنه اكتشف انه بيعمل حاجات جنسيه. انا اكيد متاكد انك ما بتعملش الحاجات دي، بس تعالى نتاكد مع بعض. ما رزعلوش كده ابلكيشن، يعني ما تدخلش في صراع حاجات كده اللي هي بتتجسس بيها، ما خبطوش كده من غير ما ياخد باله. لا احب انا الحاجات دي. لو وغير له في السيتنجز عشان ما يشوفش الابلكيشن. لو قفش ده مقروبه. بص يا فندم، لو قفش ان ابويا بيتجسس عليا تبقى ماساه. ماساه بقى، لان دي هيفقد ثقه بقى، علاقه صح. للابد يعني. فارجو من حضرتك بلاش النصيحه دي. لو انا عمري ما بعمل كده. انا طيب، انا يمكن في دقيقه ونص ما اعملوا لي اختم انا عايز ارجع لمهندس احمد السخاوي. انا افرق ازاي سواء اذا كنت انا شاب من ولادنا اللي بيتفرجوا علينا، او انا كاب افرق ازاي ما بين انه الجيم او اللعبه او الابلكيشن حتى بتاع اي حاجه ده امن وكويس، ولا انه ده في وراه شيء مش اللي هو مش ولا بد؟ في ثلاث حاجات. اولا مراجعات اليوتيوب، ممكن ادخل اتفرج اصلا انا كولي امر الاول اتفرج ده صح ولا لا. واعتقد المراجعات لما اتفرج مثلا على عدد كافي من الفيديوهات ممكن افهم الدنيا رايحه فين وجايه منين انطلاقا من الكور بتاع اللعبه، ده رقم واحد. رقم اثنين، ممكن اصلا ابتدي ان انا يعني استخدم بعض البرامج البسيطه كده زي اب بريفيشن ووتشر، ده حاجه موجوده اصلا، ممكن ان انا افحص التطبيقات بالعربي يفهمني التطبيق ده خواصه ايه، طالع على فين، في صلاحيات ايه، ايه الحاجات اللي ممكن تكون مريبه حبتين فانا ابعد عنها، وده بخلي بالي منه. تالت حاجه، وممكن اكتب اسم التطبيق واكتب جنبه كلمه سكان بشكل بسيط جدا، انا بكلمك في المستوى الابسط جدا 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 من الموضوع بتاع الفحص، وافهم اصلا التطبيق ده هيديني بعض الريبورتس كده من شركات الحمايه فيها التطبيق ده تمام ولا مش تمام، كويس ولا لا، والتبعيه بخلي بالي وابقى فاهم الكور بتاع اللعبه ايه انطلاقا من التقارير اللي بتطلع لي. وده على فكره سهل جدا، ممكن بسكان على جوجل نجيبه. واعتقد الثلاث حاجات دول كمستخدم اولي اقدر ان انا افهم الدنيا رايحه فين، وحتى كواحد بيمارس اللعبه دي اقدر برضو ان انا احكم عليها وابقى فاهم انا مقبل على ايه. انا عاوز اولا اشكركم جدا عشان انا استفدت كأب بالمناسبه يعني، واعتقد كل الناس اللي بتتفرج علينا استفادت، حتى جيل ولادنا لو حد دلوقتي لسه صح المفترية وصحيين وبيتفرجوا. دكتور هشام وبشمهندس احمد، نورتونا وشرفتونا. شكرا. الخلاصه وانا بختم كده، خلاصه كلام دكتور هشام، اوعى تخلي الثقه ما بينك وما بين عيالك معدومه لانها هتبقى باظت، ده واحد. اتنين، كلام مهندس احمد السخاوي،
اقعدوا اقروا عن الابليكيشنز كويس، انت كابني او انت كصديقي الاب المسكين، اقروا كويس عن الابليكيشنز مع مساحه الثقه. ابنك هيسيب لك التليفون يقول لك بص وتعالى ندور سوا لحسن يطلع بعدين الابليكيشن دي في حاجه مش ولا بد الى اخره، وبالتالي امن تليفونك 100%، وخلي علاقتك بولادك 1000%. خلصت الحلقة لحد كده، لو كده العمر هنتقابل بكرة. دقايق كريم رمزي هتلاقيه فتح الباب وداخل علينا دلوقتي ورقم 10. استنوني.